خروج 31. وقال الرب لموسى: بص، أديني ندهت بصلائيل ابن أوري ابن حور من عشيرة يهوذا باسمه، ومليته من روح الله، واديته حكمة ومهارة وقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف، وعشان يبتكر فنون التصميمات اللي معمولة من الذهب والفضة والنحاس وتلميع الجواهر وترصيعها ونجارة الخشب، وعشان يبقى محترف في كل صناعة. كمان اخترت أهولياب ابن أخي سماك من عشير الدين عشان يبقى مساعد لي، وكمان وهبت كل الصناع مهارة خاصة عشان يقوموا بكل اللي أمرتك بيه في صنع خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والغطاء اللي عليه وكل الأواني بتاعت الخيمة زي الترابيزة والأواني بتاعتها ومنارة الذهب الطاهرة وكل الأواني بتاعتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل الأواني بتاعته وحوض الاغتسال والقاعدة بتاعته، وكمان الهدوم المنسوجة، هدوم هارون الكاهن المقدسة وهدوم ولاده اللي قايمين على خدمة الكهنة، ودهن المسحة والبخور المعطر للقدس، فيعملوا دي كلها بحسب كل اللي أمرتك بيه. وقال الرب لموسى: وانت تكلم ولاد اسرائيل وتقول لهم: ثبوتي تحافظوا عليها لانه علامة بيني وبينكو في الاجيال بتاعتكو، عشان تعرفوا اني انا الرب اللي بيقدسكو، فتحافظوا على السبت لانه مقدس ليكم، اللي يدنسه يتقتل قتل، كل اللي يعمل فيه عمل تتقطع النفس دي من بين شعبها، 6 ايام يعمل عمل، واما اليوم السابع ففي سبت عطلة مقدس للرب، كل اللي يعمل عمل في يوم السبت يتقتل قتل، فيحافظ ولاد اسرائيل على السبت عشان يعملوا السبت في اجيالهم عهد من غير نهاية، هو بيني وبين ولاد اسرائيل علامة من غير نهاية، لانه في 6 ايام عمل الرب السماء والارض، وفي اليوم السابع اتوقف واتنفس. بعدين ادى موسى لما خلص من الكلام معاه في جبل سينا لوحين الشهادة، لوحين حجر مكتوبين بصباع الله.